أهلا بكم من جديد في المواجهة. مواجهتنا دي هنتكلم فيها عن متابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة. آخر تطورات الموقف التنفيذي للمشروع إيه؟ وكمان أهمية الاهتمام الرئاسي بهذا المشروع، وإزاي سيعمل المشروع على تغيير الحياة إلى الأفضل لأهالينا في الريف. اسمحوا لي أرحب بضيفي عبر زوم دكتور هشام الهلباوي، المشرف على المشروع القومي لتطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية. دكتور هشام مساء الخير وأهلا بحضرتك في المواجهة. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. خلينا نبدأ دكتور هشام من توجيه الرئيس النهاردة بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. أهمية التوجيه ده ودلالته إيه؟ التوجيه ده مهم جدا، لأنه لو تفتكري حضرتك من شهر كنا تقابلنا وكنا بنتكلم على ان احنا بنعمل خطه لكل قريه ولكل مركز، وكان وقتها بنتكلم على البيانات المتعلقه بعدد القرى والقرى دي فين وايه الخدمات اللي فيها وايه مستوى البنيه الاساسيه اللي فيها، ووصلنا لان انا كنت قلت لحضرتك ان احنا بنشتغل في 51 مركز وفقا لمعايير، وال 51 مركز دول بيضموا 317 وحدة محلية قروية يتبعهم 1432 قرية وأكثر من 10382 عزبة ونجع، بيعيش فيهم 17.8 مليون نسمة، أي قرابة 3.5 مليون أسرة في ال 51 مركز. البيانات متوفرة، إنما إحنا انتقلنا تغير نوعي إلى أننا بندقق بيانات التنفيذ. احنا بندقق دلوقتي البيانات التنفيذية، يعني فخامة الرئيس النهاردة مع دولة رئيس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية ووزيرة الصحة ووزير الإسكان والهيئة الهندسية كانوا بيدققوا أو بينمطوا البيانات المتعلقة بمين هيشتغل الأول وأولويات التنفيذ. احنا بيقابلنا واحنا ماشيين مشاكل أثناء التنفيذ، يعني وزيرة الصحة النهاردة لما توجيه دولة فخامة الرئيس بأن نشتغل بقوافل طبية، القوافل الطبية دي اللي هتحل الأزمة مؤقتا أثناء بناء المجمعات الطبية والمراكز الطبية، فلازم يكون في بديل، البديل ده هتبقى القوافل الطبية. القوافل الطبية دي هتستخدم بعد كده في لخدمة العزب والنجوع اللي مش هيبقى فيها وحدات صحية. كمان ازاي بتوع الصرف وبتوع الميه وبتوع الغاز، مين هيخش قبل مين عشان يبقى بنفس الحفر في الشارع لمره واحده، ده معمول له خطه. فكنا بندقق البيانات دي، اني قريه اللي هتخش الاول صرف صحي واني قريه اللي هتخش بالغاز لان فيها صرف صحي. دي نوعيه البيانات اللي بيتم تدقيقها عشان نسهل عمليه التنفيذ، وأنا بعتبر هذا الاجتماع اجتماع تنسيقي تنفيذي على مستوى عالي جداً. إن بنحدد عدد القرى اللي هتدخل ببياناتها اللي توفر لها صرف صحي هتخش بإيه مشروعات وإيه اللي على التوازي هيبقى شغال في الخدمات. فخامة الرئيس بيوجه إن يبقى في منظومة للبيانات دي كلها على مستوى كل قرية عشان نقدر نشوف إحنا فين دلوقتي وهنوصل لفين بعد انتهاء المشروع، وكمان نقدر على فترات متتابعة أسبوعياً وشهرياً نبقى بنتابع وبنقوم الوضع إذا قابلتنا أي مشاكل. طب هذا التدقيق يعني أو المطالبة من الرئيس بالتدقيق في البيانات إزاي يساعد في توضيح الرؤية لأجهزة الدولة بخصوص جوانب وتفاصيل المشروع؟ ده سؤال مهم، لأنه بيخلينا إحنا حضرتك عارفة إن إحنا بنشتغل من خلال في لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بنشتغل على كافة مناحي التنمية، وفي الحقيقة دي محتاجة تنسيق عالي جدا. فاللجنة الأولى اللي فيها الخدمات والبنية الأساسية برئاسة وزير التنمية المحلية المفترض إن هي بتنسق دخول الجهات كلها للخدمات بتاعتها، وإن احنا كلنا بنشتغل مع بعض، حكومة مصر بتشتغل مع بعض، الحكومة مصر مش كل واحد بيشتغل لوحده. الأكشن بلان لو حضرتك تشوفيه مين هيخش الأسبوع الأولاني ومين هيخش الأسبوع الثاني وإمتى ومين هيخرج بعده،
ده تنسيق عالي جدا في عملية التنفيذ، بيوفر في التكاليف وبيدي ثقة كمان، وبيزود التعاون ما بين الأجهزة التنفيذية، وبيقلل التكلفة جدا كمان في المشروعات دي. فإحنا إزاي ده بيبقى متاح لكل الأجهزة التنفيذية؟ خليني أقول لحضرتك إن امبارح بس بعد زيارة رئيس الوزراء للمنوفية عشان يزور القرى اللي بتخش ضمن المرحلة الأولى اللي كان فيها مشروعات بدأت بالفعل، إحنا كان في اجتماع برئاسة دولة رئيس الوزراء، وكان في وزير التنمية المحلية ووزير الصحة ووزير الإسكان والهيئة الهندسية، عشان نحط نراجع الخطط التنفيذية دي مع بعض وأدوار الوزارات إيه للأسبوع الجاي. فقد إيه كل أسبوع بيبقى فيه هذه المتابعة الدقيقة اللي توري كل واحد دورك هيبتدي إمتى وتسلم مين وتكمل مع مين في الفترة الجاية. ده تنسيق ما شفناهوش قبل كده. لما يبقى فخامة الرئيس نفسه بيتابع ده معناها إن إحنا دولتنا دلوقتي بتتجه إلى مرحلة جديدة من التنمية ومن الشغل، إن ما بقاش فيه وزارة بتشتغل لوحدها، حكومة مصر بتشتغل مع بعضها. طب الرئيس وجه كمان دكتور هشام بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف لصالح مبادرة حياة كريمة، إزاي ده بيدل كمان على اهتمام الرئيس بصحة المواطن المصري، وهي زي ما احنا متابعين كده خلال طبعا السنوات اللي فاتت من أهم أولوياته؟ يعني حضرتك يعني أجابت السؤال، وحضرتك متابعة جيدة لما يقوم به السيد الرئيس. فالسيد الرئيس إذا كان بيهتم بالتأمين الصحي الشامل، فهو كمان اهتم بمجموعة مبادرات زي 100 مليون صحة، اهتم بمبادرات أخرى للرعاية الصحية زي موضوع بهية لاكتشاف الأورام. فالرئيس مهتم بصحة المصريين بصفة عامة. لما فخامة الرئيس كمان شاف مستوى الرعاية الصحية في الريف، فكأب وكقائد بيشوف إيه اللي محتاجه المناطق الريفية، كان توجيهه السريع بإن لحد ما نخلص المنشآت الصحية اللي عايزها 51 مركز يكون في قوافل طبية بصفة منتظمة، لأن أنت عارف حضرتك إن إحنا هنشتغل في 52 مستشفى بيتبنوا، وهنشتغل على وحدات صحية كتير جداً هيتم رفع كفائتها، ووحدات صحية هتنشأ. لحد ده ما يتم خلال السنة كان لازم هذا التوجيه الهام من فخامة الرئيس، إن حفاظاً على تقديم الخدمة الصحية بمستوى جيد، إن يكون في القوافل دي ويكون اهتمامها الكامل عشان يأدوا الخدمة في التوقيتات اللي المؤسسات الخدمية بتنشأ فيها. فده توجيه بعتبره دلالة كبيرة جدا إلى أن فخامة الرئيس شايف كل خطوة تنفيذية بيتم فيها إيه، وبيحاول يتلافى أي أثار سلبية تحدث لأننا في مرحلة البناء فيحدث انخفاض في مستوى تقديم الخدمات الصحية. فده رؤية شاملة للموضوع ولأبعاده القيادة السياسية دايما بتاخدها في الاعتبار. الرئيس كمان اطلع يا دكتور هشام على جهود قطاع الحكم المحلي في هذا الإطار وحصر المباني الخدمية واحتياجاتها على مستوى كل قرية، كلمنا عن أبرز جهودكم بقى في هذا الإطار. موضوع حصر المباني الخدمية في القرى ده موضوع أنا بعتبره من أهم الموضوعات اللي هتحل كتير من المشاكل، لأن حصر المباني الخدمية مرتبط بحصر الجهات اللي بتشتغل بالقرى، مرتبط كمان بإزاي توضع خطة لتطوير نظام العمل في القرى، إزاي نظام الإدارة المحلية هيتغير، إزاي هتبقى الحكومة بتشتغل مع بعض على المستوى المحلي عشان تقدم الخدمات بشكل أفضل للمواطن. في الحقيقة إحنا وزارة التنمية المحلية قامت بحصر كل الأراضي الفضاء داخل القرى، وكمان المباني الخدمية والمنشآت الخدمية داخل القرى. وفي الحقيقة إن كان وفقاً لما توقعناه إن في جزء كبير من المباني غير مستغل، جزء يعني لا يصلح لتقديم الخدمات، وفي مباني جيدة وفي أراضي مش مستخدمة. فكان التوجيه بتاع فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية إن إزاي نقدم الخدمة بأقصى استفادة ونستفيد كمان من المباني دي والأراضي في استخدامات أخرى. فلما حصرنا، إحنا حصرنا في 51 مركز
وفي ال 317 وحدة محلية قروية المنشآت الخدمية الحكومية أيا كان نوعها والأراضي الفضاء، عشان نعمل أربع مجمعات خدمية يستفيد منهم المواطن. مجمع أول هيسمى مجمع المصالح الحكومية في القرية، والمجمع ده اللي هيبقى فيه الدور الأرضي بيقدم الخدمات بكافة أنواعها، بيقدم خدمات التنمية المحلية اللي هي خدمات رخص المباني ورخص المحلات ورخص الإعلانات وكل ال 100 خدمة الحكومية اللي كنت اتكلمت مع حضرتك فيهم في حلقة قبل كده، بيقدم كمان خدمات البريد، بيقدم خدمات التموين، بيقدم كمان في نفس الوقت الخدمات السجل المدني اللي عمرها ما كانت موجودة على مستوى قرية، بيقدم خدمات الشهر العقاري اللي عمرها ما كانت موجودة برضو على مستوى قرية. فتقريبا هيبقى فيه مجمع واحد، مركز تكنولوجي واحد بيقدم كل الخدمات للمواطن من نفس المصدر. وفوق المبنى الدور الأرضي هيبقى المكاتب الخلفية لمقرات هذه الجهات، الوحدة المحلية القروية هتبقى فوق، المجلس المحلي، إدارة التموين، إدارة الشؤون الاجتماعية، كلهم هيبقوا في نفس المبنى تسهيلا على المواطن. النقطة الثانية هيبقى فيه مجمع تاني هو مجمع للخدمات الطبية، وده هيبقى فيه المركز الطبي وفيه كمان الإسعاف. المبنى الثالث هيبقى مبنى الخدمات الأمنية، وده هيبقى فيه نقطة الشرطة والدفاع المدني والحريق. المبنى الرابع هيبقى مبنى خدمات الفلاح، وده اللي هيبقى فيه الإرشاد الزراعي، الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية. باقي الأراضي بقى هتستخدم لخدمة القرية. لو إحنا عندنا مطلوب مدرسة وملهاش أرض هنقدر نستغلها، لو مطلوب مركز شباب ومفيش أرض هنستغلها. طيب وفرنا الخدمات، الجزء الباقي وفق توجيه السيد الرئيس هيبتدي يتبني فيه مباني من ثلاث أدوار، شقق سكنية تليق بالمواطن المصري، مرتبطة في خلفها ببعض الحظائر لو هو بيشتغل فلاح، فالحظيرة مرتبطة بملكية الشقة أو المسكن، مع وجود مساكن تانية هتبقى بإيجار للشباب، عشان أما هنوفر لهم فرص عمل إن شاء الله في القرى يقدر ما يهاجرش ويلاقي شقة تليق بيه في القرية بإيجار مناسب. طب بمناسبة استعراض الرئيس النهاردة الاحتياجات اللازمة من إحلال وتجديد لمشروعات محطات وشبكات المياه وأعمال المعالجة والصرف الصحي في القرى، إيه اللي تم إنجازه حتى الآن في هذا الملف في محافظات الصعيد؟ خليني يعني أنا النهاردة بوصفتي بتكلم على الريف المصري أو مشروع تطوير الريف المصري، خليني أقول لحضرتك في مشروع الريف المصري حصل إيه وفي صعيد مصر الوضع. اتفضل يا فندم اتفضل. في مشروع الريف المصري احنا دلوقتي في تقريبا 280 قرية بيستكملوا شغلهم في الصرف الصحي حاليا، واحنا وانا بتكلم مع حضرتك 280 قرية شغالين استكمال للصرف الصحي، ودول كانوا مشروعات اما شغالة واما كانت متوقفة لاسباب. فاول ما دول اول مشروعات تم الزج بيهم للتنفيذ، وبدأوا تنفيذ فعلا في 280 قرية شغالين على مستوى الجمهورية شغالين صرف صحي. في مشروعات شغالة لإحلال وتجديد شبكات مية أو توصيل شبكات مية، ودي اللي كانت مقررة في خطط بعض الهيئات ووزارة الإسكان وما كانتش اشتغلت فبدأت تستكمل. في عندنا كمان حتى في قطاع التعليم عندنا تقريبا 207 مدرسة بيستكمل بنائهم دلوقتي قبل الرئيس ما يعلن عن البداية، شغالين منهم مدرسة مثلا في كان دولة رئيس الوزراء بيزورها وزير التنمية المحلية امبارح في المنوفية. ففي الحقيقة ان في نقلة نوعية بالذات في خدمات المية والصرف الصحي. تعلمين سيادتك ان خدمات الصرف الصحي كانت في الريف على مستوى ريف الجمهورية حوالي 38%، لو قارناها من 2014 كانت 8%، في خلال الست سنين اللي فاتوا زادت أضعاف، إنما كانت ما زالت في صعيد مصر نسبة منخفضة و8% فيما عدا محافظتي سوهاج وإنا اللي كان فيهم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللي قدر إن هو ينشئ خمس محطات للصرف الصحي خلال السنتين اللي فاتوا، اللي هي محطة صرف الهجرسة، محطة صرف الغريزات، عرابة أبو عزيز،
القنوية، محطة صرف إفت، ومحطة صرف نقادة، والخمس محطات دول خلونا ندخل عدد كبير من القرى في خدمة الصرف الصحي، وخلونا كمان ومعاهم اشتغلنا على مشروعات توصيل المية في سوهاج وقنا، ووصلنا النسبة عالية جدا في محافظات سوهاج وقنا. نقدر نقول ان النسب دلوقتي في سوهاج وقنا زادت في التغطية بالصرف الصحي لفوق 25% في الريف بعد ما كانت أقل من 8%، والمية وصلت لحوالي 99% بعد افتتاح محطة سعد السعود في سوهاج، وافتتاح محطة حجازة بحري في قنا. طيب هستأذنك تخليك معانا يا دكتور هشام عشان نروح نشوف كمان التقرير ده عن قرية الحصص التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، اللي أهاليها أكدوا سعادتهم بإعلان دخول القرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية. نتابع التقرير. الخدمات اللي كانت ناقصه للقريه بقى لها سنين بتعاني منها، الصرف الصحي استكماله، الكهرباء، رص الشوارع، كل حاجه كان فيها حاجات عندنا بقى لها سنين متراكمه. الطريق هيتسفلت والمجاري، الصرف الصحي يعني هيتسع شويه لان المواسير اللي فيه ضيقه، مواسير اهالي. رصف الترع اللي موجوده داخل الكتله السكنيه بتدخل فيران وتعبين على الاطفال. عايزين ملعب للبلد، في نادي بس مفيش ملعب، بقى لنا اكتر من 15 سنه مفيش ملعب. انشاء وحده اسعاف في الوحده الصحيه بقى لنا حوالي 7 سنين او 8 سنين الوحده مسدوده. جت المبادره اللي يعني اللي الرئيس تفضل علينا به، مبادره حياه كريمه دي طبعا من ايام الملك ما سمعناش عنها الا في عهد السيسي، ربنا يخلي لمصر، اللي انقذ مصر السيسي هو اللي بيعمل مصر الحديثه دلوقتي. ده احلى حاجه حصلت في مصر، احلى حاجه حصلت في مصر. مبادره حياه كريمه دي ما كانش حد ينتظرها بالطريقه دي. الرئيس جاء عمل حاجات ما حيش يعني ولا في الحسبان. حاجه كويسه جدا، مش شفناهاش يعني، انا بتكلم على صغر سني بس على بسمع من اجدادي واباطي، حاجه كويسه جدا، وان شاء الله تبقى مدينه، كرة تبقى مدينه. مرة تانية رجعنا لحضراتكم، ورجعنا للدكتور هشام الهلباوي المشرف على المشروع القومي لتطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية. أهلا بيك مرة تانية. وإزاي بيحقق يا دكتور هشام المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري نقلة نوعية لتقريبا نص سكان مصر؟ يعني النقلة النوعية هي نقلة بدايتها اللي احنا سمعناها في التقرير، بدايتها بناء الثقة ما بين الإنسان الريفي وما بين الحكومة، بدايتها هذا الحماس للناس ازاي شايفين ان الدنيا هتتغير، هذا الامل. الشغل اساسا هو مش شغل عشان نبني حجر، هو شغل عشان نبني بشر. بناء البشر بدايته انه يشعر بثقة، تبني ثقة معاه وتحفزيه، ثم تساعديه على التغيير والمشاركة عشان تمكنيه. البداية هي سعادتي بالتقرير اللي حضرتك شفتيه. إزاي هتتغير؟ هتتغير بالناس دول، هتتغير بهذا المواطن اللي شايف إن في أمل، اللي هيبتدي يشارك وبيشارك معانا من خلال اللجان المجتمعية في حصر الاحتياجات. النقلة النوعية هتيجي بالمواطن ده مع القيادة الواعية والدعم السياسي ده، إن وزارة التنمية المحلية تنزل للناس كلهم وتاخد رأيهم في المشروعات وتتحط لستة وقايمة بالاحتياجات تتحول لمشروعات اللي يطلبها الناس بس في ضوء المعايير دي، بداية بناء الثقة. كمان ان المشروع يبقى مصمم بشكل جيد، زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة ان احنا واخدين الجوانب البنية الاساسية عشان الحياة الكريمة بتاعت المواطن تبقى موجودة، ان الخدمات صحة وتعليم وشباب ورياضة تبقى موجودة، إن كمان المستوى الاقتصادي ما يغيبش عننا، إن إحنا كل ده بنعمله عشان نحسن مستوى معيشة الناس.
ازاي هنشتغل مع جهاز المشروعات ووزاره التنميه وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه ووزاره التنميه المحليه على خلق فرص عمل مباشره وغير مباشره، ازاي هنقدر نشتغل على التكتلات والحرف الاقتصاديه، ازاي هنعمل مجمعات صناعيه لتحويل الصناعات المنتجات الزراعيه لمنتجات عن طريق الصناعه، ازاي هنشتغل في التنميه الاقتصاديه دي وازاي هندرب الناس دول ان على حرف معينه يشتغلوها، ده في حد ذاته مكون تاني مهم. المكون الثالث وهو مكون الرعايه الاجتماعيه وازاي هنساعد الاسر الاولى بالرعايه ويبقى في منزل لائق وتساعد ذوي الاحتياجات الخاصه، كمان ان يكون في مكون للمتابعه اليوميه والاسبوعيه من خلال وزاره التخطيط. هنا انت عملتي حضرتك تنظيم جيد بتنظيم للمشاركه من خلال لجان من الاهالي، بتنظيم وتطوير للاداره المحليه عشان تقدر تشتغل على استدامه ده. التنظيم الجيد للمشروع مع الروح اللي عند الاهالي والشغل للناس ده بيضمن بشكل كبير ان ان شاء الله يكون في نجاح للمشروع القومي لتطوير القرى الريف المصري. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام الهلباوي المشرف على المشروع القومي لتطوير الريف المصري بوزاره التنميه المحليه، شكرا ليك وشرفتنا ونورتنا في المواجهه النهارده.